السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخ هشام هاشم. اليوم إن شاء الله سوف نشرح لكم كيفية حذف أي أداة لا تتوفر على أيقونة الحذف، تمام؟ كي لا أطيل عليكم في الكلام، التخطيط هو هذا المكان، هذا هو التخطيط، وهنا أماكن إضافة الأداة، هذه أداة وهذه أداة، وهنا تضاف أداة وهذه أداة، وهكذا إلى آخره. فمثلا هذه الأداة توجد أيقونة حذف، إلغاء، حفظ، تمام؟ ولكن أحيانا أو غالبا نجد بعض الأداة توجد بها حفظ، إلغاء، ولا توجد حذف، وتكون بالضبط في تدعمه بلوجر الإسناد، ما يسمى بالإسناد. أحيانا ندخل للموقع ونجد كلمة تدعمه بلوجر أو رسائل بريد الإلكترونية، وتكون يعني لا توجد بها يعني أيقونة الحذف. فحل هذا المشكل سهل وبسيط جدا. سوف مثلا نقول هذه هي الإسناد، أو هذه الأداة التي لا تريد أن تظهر عندك في القالب في مدونتك، ولا توجد بها أيقونة الحذف. سوف ندخل إلى التحرير مثلا هكذا، تذكر الاسم، سوف نسميها مثلا هشام كي نتذكر، تمام؟ ها هي هشام، تغيرت، أصبحت هشام. سوف أقوم بعملية التحرير، ثم آتي إلى هذا الأعلى، ثم أقوم بنسخ HTML 869. ربما سوف تجد باج، ربما تجد أي كلمة، المهم تساوي هذا الكود، تمام؟ جيد. سوف أدخل إلى القالب هكذا، تمام؟ القلب، ثم تحرير ال HTML. تذكر جيدا، سوف نقوم بحذف هشام. جيد، ننتظر حتى يتم فتحه. نقوم بفتح محرك البحث على الأكواد بكنترول F، ثم نبحث على هذا الكود، تمام، الذي قمنا بنسخه في الأداة هكذا. جيد، أنا وجدته، هو هنا هشام. سوف أقوم بهذه العملية البسيطة هكذا. جيد، هكذا حذف، عملية الحفظ، انتظر على حسب الاتصال. وهذه العملية يا إخوان الكرام مع جميع الأداة الأخرى. طيب، سوف أدخلها وهشام، سوف أقوم بعملية إعادة تشغيل الصفحة بهذه الطريقة، ثم أين وهشام؟ اختفى. وبهذه الطريقة مع جميع الأداة التي لا توجد بها أيقونة الحذف، أي أداة فلا تخف، فيمكنك حذفها طبعا مع جميع هذه الأكواد، هاي كلها هنا، والثانية والثالثة، وهكذا مع جميع الأداة. وأعتقد قد انتهيت، وإن شاء الله يعني لا شك أنكم استفدتم. وإذا أحببتم متابعتنا على قناتنا فمرحبا، أو على موقعنا، أو على الفيسبوك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.